عودة لحضراتكم مرة أخرى لتغطية طبعا مباراة الأهلي والترجي في دور الربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتعادل إيجابي ما بين الفريقين 2-2. يمكن الهدف الأول جه عن طريق عبد الله سعيد في الدقيقة 11، كانت بداية موفقة لفريق النادي الأهلي، لكن طبعا طه ياسين خنيسي في الدقيقة 21 بيحرز هدف التعادل، ثم يضيف غليان الشعلالي الهدف الثاني لفريق الترجي، وخطأ يمكن من شريف إكرامي بيتسبب في شريف إكرامي في الهدف الثاني ليتقدم فريق الترجي التونسي على النادي الأهلي 2-1. ثم يتعادل وليد أزارو في الدقيقة 67 بهدف ثاني وتعادل 2-2. يمكن محاولات النادي الأهلي على مدار الشوطين كانت كبيرة، يمكن على حسب ما رؤيتنا في الملعب ورؤيتنا من خلال المباراة، دائما النادي الاهلي كان هو المباغت في جزئيه الهجوم، ولكن فريق الترجي كان الى حد ما بيلعب جيم تكتيكي او تكتيك كبير موجود في المباراه على ان هو يلعب على الهجمه المرتده واستغلال الضربات الثابته، ونجح بشكل كبير فريق الترجي في هذه المباراه وخروجه بنتيجه ايجابيه من الاسكندريه او من مصر ان شاء الله. يعني اكيد في انتظار طبعا احنا المباراة القادمة في رادس بأمر الله يكون في تعويض لهذه المباراة. يمكن النادي الأهلي إلى حد ما تعامل بشكل مميز مع المباراة، ولكن الأخطاء دائما الأخطاء هي لغة الأهداف في كرة القدم، عشان كده نتمنى يعني إن شاء الله المباراة القادمة يتم تعويض هذه أو هذه النتيجة في استاد رادس. أكيد مباراة صعبة، مباراة محتاجة مجهود كبير جدا جدا للنادي الأهلي، لو كنا خرجنا بنتيجة إيجابية بفوز كانت أمور اختلفت كتير في إن شاء الله في تونس، ولكن طبعا هي دي كرة القدم، محتاجين مجهود أكبر من اللاعبين من الجهاز الفني للمباراة القادمة، ولكن زي ما بقول لكم الأخطاء هي بتتسبب في بعض المشاكل للفرق، خصوصا لما تبقى مباراة كبيرة زي كده لازم يبقى الأخطاء قليلة، ما تبقاش شكلها بالشكل اللي احنا شفناه في المباراة، خصوصا يعني من نجم كبير زي شريف إكرامي. اتكلم طبعا عن الجزء الفني مع نجوم مصر في استوديو استاد الاهلي، كابتن ربيع ياسين برحب بيك كابتن مره اهلا بيك منور كابتن، كابتن وليد برحب بيك مره ثانيه الله يخليك، كابتن سمير برحب بيك مره ثانيه. يعني بدايه كابتن ربيع، رؤيتك للمباراه وعلى مدار الشوطين النادي الاهلي متملك بشكل كبير الملعب، متملك امتلك بشكل كبير المباراه، لكن طبعا دائما الفرق الكبيره لما بتيجي تلعب او تلعب خارج ارضها زي الترجي بيبقى عندها هدف معين، هو خروج بنتيجه ايجابيه، هم حققوا هدفهم بشكل كبير، فوز البنزرتي اكيد سعيد بهذه النتيجه كمان. كنا نتمنى ان ربنا يوفقنا ونكسب بفوارق، لكن خلي بالك لو رجعت للتاريخ وللماضي تلاقي ان معظم ماتشات الترجي بيبقى فيه نتيجه ايجابيه في القاهره، وبنروح بفضل الله تعالى صحيح ربنا بيشيل لنا الخير، لان لاعبي النادي الاهلي عارف ان مفيش حاجه سهله ابدا، مفيش حاجه بتيجي بسهوله، لعل وعسى ان شاء الله ان شاء الرحمن ان التركيز يبقى اكتر، المسؤوليه اكتر، وكلنا متفائلين الحمد لله وبنثق في الرجاله، هم بيحاولوا دايما. النهارده مباراه مثيره، الشوط الاول بالذات مثير، الاهلي بدا بدايه قويه جدا وراح ووصل، كان ممكن يسجل ثلاث اهداف على الاقل في اول 11 دقيقه، كان نتيجه هدف سجل هدف، وبعد كده طبعا بخطأين، بخطا تعادله مكرر وتحرك بخطا، يعني الكره اللي دخل فينا او الهدف الاولاني بتاع الترجي بخطا، يعني دايما بيتكرر يا محمد الحاجات دي، طبعا المفروض سهل نتكلم عليها انا طبعا طبعا الرقابه في جزئيه الاخطاء خصوصا في الضربات الثابته بالنسبه الرقابه الشوط الاول متساوي للفريقين بنسبه الاستحواذ والسيطره والجانب الهجومي اذا كان اهلي او ترجي، لكن الفوارق بقى الشوط الثاني الاهلي عاد الشوط الثاني تغييرات ناجحه جدا بصراحه، عملت انتشار عملت هجوم، يعني النهارده احمد فتحي ومعلول عملوا كل اللي بيوسعهم، وصلنا كتير جدا، وبرده بخطا غير مقصود من شريف فرضك، يعني ان هو سجل هدف، ده بس الحاله الوحيده اللي هاجم فيها، الترجي تراجع والاهلي عاد الشوط الثاني وصل كتير يا محمد، لكن كان ممكن يسجل، مفيش توفيق برضه، رعونه تضيع اهداف، والتغييرات عملت شكل خطير جدا جدا، عاد الاهلي بشخصيته بانيابه باهدافه بفرصه، لكن برضه على يعني هجمه وهجمتين بالكتير للترجي الهدف، والناحيه الثانيه في اخر خمس دقائق الكره اللي هي انفراد اللي اتلعبت على اكرامي، لكن بصراحه الشوط الثاني كان احسن بكتير من الشوط الاول، حاولنا لكن ما كانش فيها هدف، في الترجمه الهجوميه هاجمنا وكانت شخصيه ونياب، لكن للاسف الفرص ما كانتش كتيره، الاهداف ما راحتش، سجلنا هدف وكان ممكن نسجل اكتر من هدف، لكن ما فيش توفيق. المجمل العام والله هارد لك للنادي الاهلي، عملوا كل ما بيستموا الشوط الثاني، الماتش الجاي بافضل واحسن باذن الله يا رب. امين يا كابتن، طبعا زي ما حضرتك بتتكلم الاخطاء، كابتن وليد مجمل المباراه بالنسبه لحضرتك ورؤيتك ليها، ايضا يعني كلام حضرتك على الاخطاء الدفاعيه بالنسبه للنادي الاهلي، سواء بقى كانت من شريف او من
خط الدفاع خصوصا في الهدف الاول كابتن مجدي. يعني هارد لك النادي الاهلي طبعا، مبروك الترجي التونسي على النتيجه 2-2، طبعا تخدم الترجي التونسي بشكل كبير، لكن انا بحيي الفرقتين قدموا لنا وجبه كرويه دسمه علشان الناس تتاكد ان ده نهائي مباكس صحيح. يعني مباراه حلوه قوي، فرقتين كبار، اربع اهداف، فرص ضايعه بالجمله طبعا من النادي الاهلي اكتر بكتير، لكن ضاع كمان من الترجي التونسي كورتين ثلاثه خطيرين جدا. هارد لك شريف، طبعا احنا متعودين دايما ان الفريق فريق واحد كله على بعضه بيخطئ. النهارده شريف اخطا ازارو، على فكره المباراه اللي فاتت اخطا وليد ازارو في فرص سهله جدا، المباراه اللي قبليها عبد الله، المباراه فريق الاهلي فريق واحد. هارد لك شريف اكرامي من العناصر الاساسيه في منتخب مصر وفي النادي الاهلي، يعني هارد لك طبعا لما بتكون في مباراه مؤثره بتدي يعني صعبه اكتر، بتبقى اصعب وبتدي ضعف المسؤوليه. طبعا ان شاء الله على شريف اكرامي ان هو على طول يعني يقف على رجله ويكسبنا المباراه اللي هناك، يعني ان شاء الله باذن الله المباراه اللي هناك يكون شريف احد اسباب المكسب باذن الله على النادي الاهلي ان هو يعد نفسه كويس. فرقه ثقيله، فرقه عندها اثنين من احسن الديفندرين اللي موجودين في قاره افريقيا، يعني اذا كان فرانك كوم او كوليبالي، كمان فرجاني ساسي واحد من احرف اللعيبه اللي بتلعب في نص الملعب. فانا عايز اقول لك ان لا، فرقه ثقيله لدرجه انها تهدف في النادي الاهلي في استاد برج العرب مع الجماهير دي كلها هدفين، وكمان كان فخر الدين بن يوسف هيضيف الهدف الثالث. طبعا فرقه كبيره، لكن احنا وصلنا، النادي الاهلي كان احسن على مدار شوطي المباراه زي ما اتفقنا. احنا قلنا ان وليد سليمان عنده خبره كبيره جدا، بالفعل وليد سليمان اول ما نزل في الدقيقه 52 وال 40 دقيقه دول اتغيروا تماما، قدر النادي الاهلي يعود في النتيجه، قدر يضغط، قدر ياخد فاولات كتير قوي كان سببها وليد سليمان. كنت اتمنى ان مؤمن يكون موجود كمان، لكن ما كانش موجود. هارد لك وليد ازارو في الفرص برضو. شوف انا قلت ثلاث حاجات يا كابتن فاروق، الحمد لله يعني الثلاث حاجات سبحان الله اثروا في النتيجه وكانوا فارقين جدا. انا قلت ان انا خايف جدا من الضربات الثابته على النادي الاهلي، وقد كان صحيح. الترجي جاب الجونين من ضربات ثابته، سواء ضربه ركنيه او فاول من بره ال 18. قلت خايف جدا على النادي الاهلي انه بيضيع فرص سهله كتير، وقد كان وليد ازارو طبعا انفرادات وحاجات سهله قوي في السته يارده بدماغه، حاجات سهله جدا النادي الاهلي بيضيعها، فبالتالي فرقت كتير جدا. قلت خايف برضو ان الخبرات يعني ما تكونش موجوده في ارضيه الملعب، وقد كان يعني هارد لك احمد الشيخ، وليد ازارو اللي لعبوا على حساب وليد سليمان ومؤمن زكريا، ده فرق مع النادي الاهلي. اظن ان الكابتن حسام عليه انه يرجع للتشكيل تاني الاساسي بتاعه، انه يلعب وليد سليمان، يلعب عبد الله السعيد، يلعب مؤمن زكريا. اتفضل يا كابتن. يلعب يعني انا مش عايز اقطع كلامك وطبعا انتقد الكابتن سمير، لكن كنت اتفضل كابتن وليد ان وليدي هو اللي كان يبتدي ومؤمن برضه يبقى موجود في مليون في المية. انا قلت الكلام ده قبل الاستوديو، يعني طبعا الكابتن حسام هو الاقدر يعني طبعا احنا مش مع الفرقه كل يوم، هو الاقدر، لكن طالما وليد نزل ونزل بالحاله الفنيه دي كان يبتدي احسن، ده من وجهه نظري. في نفس الوقت من وجهه نظري برضه ان مؤمن زكريا يبتدي ناحيه الشمال ويلعب جونيور اجاييه هو مهاجم، من وجهه نظر ان لو اجاييه كان موجود في هجوم النادي الاهلي من بدايه المباراه، انا متهيألي ان الفرص السهله دي، وان كان وليد ازارو جري كتير ولياقه بدنيه عاليه بصراحه، يعني مش عايزين نغفل حقه، ضربه الجزاء سهله جدا حكم حسبها ببساطه، لان احنا قلنا برضو ان منتصر الطلبي ده لعيب عنده 19 سنه لازم نستغل وجوده، وقد كان يعني استغلنا وجوده في الدقيقه 11 استغلال امثل، لكن في الاخر ضيعنا فرص كتير قوي. انا متهيألي دلوقتي اللعيبه كلها بتندم عليه. صحيح كابتن سمير، برضو رؤيتك للمباراه وشوطي المباراه وتعادل، يعني ما كناش نكون حابين النتيجه الاولى او المباراه الاولى تبقى هنا. طبعا احنا 180 دقيقه شوطي المباراه او زي ما بنقول مباراه ومباراه اخرى، عندنا مهمه صعبه جدا في ارادس في تونس كابتن سمير، لكن انت البدايه كانت موفقه جدا، وبتبتدي في الدقيقه 11 بتهديف، ان انت كان لازم تدوس اكتر وتحط الجول الثاني وتاكد بشكل كبير تفوقك في هذه المباراه، خصوصا ان انت احرزت هدف بدري يا كابتن سمير. هارد لك النادي الاهلي. يمكن انا من وجهه نظر النتيجه اكننا احنا انهزمنا النهارده من وجهه نظري، لان 2-2 الامور صعبه قوي، لكن انا بقول هارد لك النادي الاهلي،
النهارده اديت اداء يعني فوق المتوسط. الفرص طبعا اثرت علينا، ضيعنا فرص كتير جدا ما استغلناهاش عن طريق ازارو والشيخ، وطبعا عماد بتعب لما نزل ضيع فرصتين. كل دي الحاجات دي يعني ممكن نندم عليها بعد كده، انما دي ده حال كره القدم. الاهداف بتيجي من الاخطاء، فاحنا يعني بحيي كابتن ربيع وكابتن وليد ان هم اتكلموا في مضمون المباراه، اتكلموا في نقط مهمه جدا، اتكلموا في تغييرات، اتكلموا في المفروض تشكيل مين اللي يلعب ومين اللي ما يلعبش، في الروح اللي كانوا بيلعبوا بيها، ادوا اداء مش بطال، انما النتيجه في الاخر هي اللي بتحسم اللقاء وبتحسم البطوله. انا كاتب كذا حاجه كده، يمكن انا بحيي المدرب البنزرتي ان هو عمل تغييره، او زي ما بيقولوا بلغه الكره تركايه كده في نص الملعب، ان هو غير فخر الدين يوسف في بدايه المباراه، من بداية المباراه ولاعب فرانكو مش اساسي يعني يعني عشان طبعا قوه وسط لعيبه النادي الاهلي، سواء صالح لما نزل او عبد الله لما كان موجود، وليد لما نزل، كل اللعيبه اللي كانت موجوده، واجاي لما بيجي من تحت، فحس ان الجبهات ممكن تشتغل وهيبقى في زياده عدديه في نص الملعب بالنسبه له، فحط فرانكوم في قلب الملعب او وسط تمركز دفاعي زي حسام عاشور كده. عايز اقول لك بلغه الكوره كده كان يعني عمل كل حاجه، قطع ضغط على الخصم، استلام وتسليم صح، هو نجم المباراه. انا يعني من اللعيبه المميزه جدا، احنا فعلا في النادي الاهلي محتاجين لعيب زي ده، محتاجين لعيب زي فرانكوم. يعني برضو بالاشاده اللي انت بتتكلم عليها، هو كان حاطط امل كبير على الاثنين، سواء بقى كوليبالي او فرانكوم، قبل المباراه واتكلم ان انا هلاعب النادي الاهلي بالاثنين دول هيبقوا موجودين للجزء الدفاعي لان عندهم قوه دفاعيه كبيره، وده حصل. هو قطع عليك ميه ونور زي ما بنتكلم كده، بالظبط ميه ونور عليك. وبعدين كمان غلان شعلاني وكوليبالي وفرانكوم، يعني عايز اقول لك ضيق المساحات قوي، خلى خطورتك قلت، مفيش كرة بتوصل لوليد ازارو كتير، مفيش كرة بتوصل لعبد الله كتير من ورا الخطوط وهو زي ما بيتحرك، مفيش كرة لكولوبالي، في ضغط في نص الملعب، لا قرا الجيم كويس قوي وحضر نفسه المباراة. فأنا الحقيقة يمكن أنا ما كنتش أتمنى إن ده يحصل، إنما ده حالة الفرقة هنا وهنا. أول 45 دقيقة أنا شايف إن هي 50-50 في كل حاجة من النواحي البدنية والفنية والأهداف. يمكن أول 11 دقيقة عبد الله سعيد من ضربة جزاء، وبعد كده جاب طه ياسين خنيسي من ضربه او فاول ضربه ركنيه. طبعا اللي اتكلمنا عليه قلت قبل المباراه النهارده، طول ما انت صفر ومدافع كويس ومامن دفاعاتك هتقدر تتعامل مع المباراه والسيناريو هيمشي كويس جدا. انما النهارده يمكن للاسف عايز اقول لك الرقابه الدفاعيه كان في اخطاء من سعد سمير، احمد فتحي، معلول، ازارو، كلوبالي، الكره اللي جت فينا جون بعد ما اتلعبت ما كانش في حد واخد البعيده كمان غير القريبه لما اتعمل التاتش جات للخنيسي جابها جون. ما كانش في رقابه دفاعيه داخل ال 18، وده اللي احنا اتكلمنا عليه ان هم مميزين شمال افريقيا وبالذات التوانسه، فرقه الترجي خصوصا ان هي مميزه بالكور الثابته او الكور العرضيه، عشان كده كنا لازم نخلي بالنا ولازم كنا نضغط على الخصم وفي داخل ال 18 يكون في رقابه دفاعيه اكتر من كده. عايز اقول لك كابتن فاروق، الشوط الثاني النادي الاهلي كان افضل، معدلات الجري كانت اكتر، الفرص كانت اكتر، يمكن كان ممكن يكون لينا ضربه جزاء عن طريق وليد ازارو زي الشوط الاولاني، انما طبعا الحكم ما استغلها ما حسبهاش. لكن انا وجهه نظري يا كابتن وليد والكابتن ربيع، التغييرات اللي الكابتن حسام نزلها الشوط الثاني هو ده المفروض اللي كان بيلعب بيه، وعلى طول كابتن حسام بيلعب باللعيبه دي وبيلعب بالخبرات دي في اللعيبه في الماتشات الثقيله وماتشات افريقيا صحيح. بالاخص ان احنا شفنا النهارده مباراه كلنا اتكلمنا كلنا برافو عليك، ده نهايه مبكر، نهايه مبكر، فرقه ثقيله، فرقه بتعرف تتعامل مع الخصم كويس جدا بره ملعبها وجوه ملعبها. نسبه الاستحواذ بعض الفترات كانت اعلى من النادي الاهلي، ليه؟ ان كانوا مركزين اكتر. انما شفنا النادي الاهلي النهارده كان في استحواذ، في فرص، في معدلات جري كتير، في تكتيك بيتعمل، في شغل في الملعب، بس ما كانش بطريقه مستمره، كان على فترات. فانا شايف ان النهارده كانت مباراه قويه جدا استمتعنا بيها، لكن النتيجه برضو انا وجهه نظري ان هي مش في صالحنا طبعا، لكن مفيش حاجه مستحيل في كره القدم، لا باذن الله ان احنا هناك زي ما يعني احنا ربيع بنعمل طبعا كابتن ربيع قال على الجزئيه دي، ان انت في بعض الاحيان انت كنت بتتعادل مع الفرقه التونسيه، هنا بتروح هناك بتاخد بطاقه التاهل من خلال طبعا وجودك في تونس، ولكن
يمكن يا كابتن كان الاهداف يعني وجهه نظري انا الشخصيه انت كنت بتتعادل 0-0 او 1-1 لكن 2-2 الامور عدد الاهداف صعب لكن مطالب بس انك تكسب يا كابتن. انت عندك افراد مطالب. لو في شوط لو في توفيق شوف لو توفيق حتى الشوط الثاني احنا وصلنا كم مره وصلنا كتير جدا كتير طبعا جات لك ثوابت كتير جدا وجالك اكتر من كره واخد بالك وهم الشوط الثاني اتنين كورتين خد بالك ان القدرات اللي عندك انت شوف اللي يطمنك حاجه يا محمد هو لعيب اللي بيصنع النتائج بيصنع الاهداف توفيق الله ثم فانت عندك قدرات القدرات بتاعتنا النهارده ممكن وارد ان مفيش توفيق لكن هو راح بكام كوره وانا رحت بكام كوره وصلت للثلث الامامي من كام مره هو وصل انا وصلت كتير جدا لكن احنا ضيعنا وقت في أول. يعني انت عندك اول 11 دقيقه قبل البنالتي ما يجي اكتر من هدف ضايع يا محمد شوف الشوط الثاني نسبه الاستحواذ هو الشوط الثاني واقف تماما الدليل انه غير الاثنين روس حربه طه ياسين والبدري غيرهم الاثنين لان مفيش حاجه ونزل فخر الدين في الرايت عشان معلول زي بيزيد 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 الباكين النهارده عملوا كل حاجه كروسات عرضيه كتير جدا لكن لو هو بس يعني ما كانش كان لازم الفرص دي خد بالك نفكر بشكل اعمق بالنسبه مين اللي يجيب الفرص دي ازارو بيضيع ضيع كتير جدا النهارده واقف لكن الشكل العام يطمنك مفيش مستحيل وبعدين انت النادي الاهلي انت صاحب الثمان مرات بطولات فالقدرات مع ان شاء الله خبرات حسام زاد باذن الله عوده باذن الله تعالى اكتر من لعيب تلاقي الامور من وجهه نظري انا هناك في تونس الاهلي بيتفوق دايما والله هم بيتحطوا تحت ضغط جمهورهم بيحطوهم تحت ضغط لكن الحمد لله انت الشكل العام النهارده الفني ما يقلقكش مع الرغم اللي دخل فينا ده فين والله العظيم انا بتكلم بواقعيه شديده جدا مش اي حاجه الشكل الفني انت كنت بتحاول وبتروح انت ما تخاف ولكن اخطاء انا اقول النهارده يا محمد اخاف لما ده النهارده لا يا ليلي ده اللعيبه مش في مستوى انا عندك نسب كثيره جدا فنيه ترشحك ولو في توفيق على الاقل 2-1 على الاقل بس الهدف انت الهدف اللي دخل فيك ازاي الثاني اي حاجه مش توفيق واخد بالك شريف نجم كبير ولاعب كبير وكان من احسن حراس المرمى او احسن حارس مرمى في مصر الموسم الماضي مفيش اي مشاكل خالص فاللي اقصده ان انت 11 ضد 11 النهارده التنافس الثنائي النهارده ما بقولش معركه التنافس النهارده على احسن ما يكون يا محمد تنافس الثنائي هم ما تفوقوش عليهم خد بالك احنا تفوقنا ووصلنا جبهات خلي بالك جبهه اليمين احمد فتحي واخد بالك جبهه الشمال معلول بوسط ملعب لما نزل وليد عمل شغل رائع وليد وعمل حركه وعمل نشاط هجومي لما صالح جمعه نزل بتمريراته الحاسمه الاماميه خد بالك لما نزل متعب عمل حركه ويمكن في حاجتين مهمين جدا في شك في بينالتي لازارو في دقيقه 75 في كوره ممكن فيها شك كبير جدا واخد بالك والكوره اللي في صيد دي اتحسبت يا محمد بتاع العرض بتاع متعب مش في صيد فيهاش حاجه مش خالص الكورتين خد بالك فالمجمل الفني من وجهه نظري لجمهور النادي الاهلي ومحب النادي الاهلي ان شاء الله تعالى احنا فرقه كبيره بنقعد في اي وقت عندنا لعيبه كبيره جدا ما شاء الله كبيره في الملعب كبيره في فنياتها كبيره بتحركاتها كبيره بتمريرها النهارده نسبه التمرير الحمد لله عندك كثيره جدا ونسبه الاستحواذ الشوط الثاني ترجحك ان انت تكسب لكن مفيش توفيق هم وصلوا باكثر مكوره فرقه كبيره نحترمها وطبعا هتتعبنا جدا ومفيش حاجه بتيجي يا وليد بسهوله مفيش حاجه زي ما بتيجي بسهوله طبعا ما انت لازم تروح هناك تتعب وانت رحت مع هناك وجبت مساعد عن طريق سعد عبد الحفيظ رحت هناك عن طريق وليد وسيد حلاوتها في الموقف اللي احنا محطوطين فيه يا كابتن لو ربنا اراد واكرمنا بالتاهل للمرحله اللي جايه تبقى حلوه قوي بص يا محمد بص يا وليد لو خلصنا الدور ده هناخد البطوله بص يا وليد بص يا سمير احسبه وافتكره دايما ان احنا لما بنتحط في النتائج دي بنركز اكتر ونلتزم اكتر والاصرار بيدخل بداخل النادي الاهلي اكتر النادي الاهلي طول عمره كده يا كابتن فقصدي لما بيعوز بياخد النشاط دي والبطولات اللي قالها كسمير ان انت لكن انت فنيا رحت طبعا في عدم توفيق وخلي بالك وفي اخطاء كلفتك لكن هم فرقه كبيره والفرقه ان شاء الله تركز وحساب يعمل حسابه كويس وربنا يكرمنا الماتش الثاني ان شاء الله كابتن وليد يعني انت زي ما احنا اتكلمنا انت ابتديت بدايه كويسه ضيعت حتى قبل ما تحرز الهدف مجموعه من الكرات في ال 18 لكن انا لازم برضو نتكلم على فريق الترجي وكابتن فوزي البنزرتي تغييراته حتى واضح جدا يا كابتن انه كان عنده استراتيجيه معينه وتغيرت بعد احرازه الهدفين يا كابتن وليد بص هو يعني ما بيغيرش كتير يعني كابتن فوزي البنزرتي من المدربين برضو عامل زي كابتن حسام زي مستر كوبر تغييره عزيز قوي وما بيغيرش بسهوله
هو ابتدى في اول تغيير في الدقيقه تقريبا 68 فخر الدين بن يوسف مكان فرجاني ساسي. فرجاني ساسي زي ما اتفقنا لعيب نص ملعب لكن لعيب حريف قوي وهادي وبيلعب كره كده، انا قلت لك بيفكرني بسامي الشيشيني، لكن ما بيلعبش اكتر من 70 دقيقه. 70 دقيقه بيبتدي اللياقه البدنيه عنده تنزل، فلاعب هو فخر الدين بن يوسف على حساب فرجاني ساسي. فساعتها كانت النتيجه كام؟ كانت النتيجه خلاص 2-2 وهو عايز يامن نص ملعبه. جه في التغييره الثانيه والثالثه عملهم في اخر ما فيش 8 دقائق او 9 دقائق، يعني هيثم الجويني ده راس حربه حب يريح طه ياسين الخنيسي، عمل مجهود كبير، هداف افريقيا، هداف الفرقه بتاعته، وهيثم الجويني راس حربه يعني مش قوي يعني امكانياته على قده شويه لكن هو مجتهد، فحب ينزله اخر 9 دقائق. وبعد كده جه في الدقيقه 85 في اخر 5 دقائق نزل سعد بجير او سعد بقير، ده بيلعب في نص الملعب على حساب انيس البدري. انيس البدري خد بالك لازم نتفق على حاجه، ان مش ده مستواه، وهتلاقيه بشكل مختلف تماما في تونس. خد بالك يعني الحمد لله النهارده من اقل لعيبه ترجي التونسي انيس البدري، مع انه من احرف اللعيبه اللي موجوده في تونس. فخد بالك ده في استاد رادس يعني برضو احمد فتحي مهم جدا انه يبقى مامن نفسه كويس. فرقه لا فرقه تقيله، فرقه بتلعب بطريقه اوروبيه، بص خط الدفاع بيطلع بيضغط في كل حته، جاله توقيت على فكره وهو 1-1 بعد لما طه ياسين جاب الهدف الاول في مرمانه وبقت 1-1 في الدقيقه كام؟ 21. هو جه قعد يضغط من الدقيقه 21 للدقيقه حوالي 40 ضغط بطول الملعب، ودي حاجه تبين لك هم قد ايه لا فرقه تقيله وفرقه محترمه. يعني الفرقه الثانيه الصغيره يقول لك الحمد لله انا جبت التعادل ارجع يا جدع، لا ده ضغط عليك ليه؟ لانه عارف ان التوقيت ده لعيبه الاهلي هتبقى مهزوزه. وبالفعل احسن توقيت للترجي النهارده من الدقيقه 20 من اول ما ياسين جاب الجون لغايه الدقيقه 40 في الشوط الاول. صحيح. اداء رائع وضغط في كل حته وضغط عليك وبدا يروح لمرمى شريف اكرامي، وبتحس كده ان بقى عندهم خطوره وتحرر. بعد كده نزل الشوط الثاني، ربنا اداله طبعا واحده في اول دقيقتين، يعني الراجل لعيبه وحش قوي لكن هارد لك شريف حب يمسكها ضمانها زياده على اللزوم دخلت، بس خلاص بقى في الدقيقه 48 وهو متقدم 2-1. فشيء طبيعي جدا على اي فرقه بقى كبيره او صغيره، لازم هرجع للدفاع، لازم هرد في نص ملعبي وهدافع بكثافه علشان احمي مرمايا واخر هدف التعادل. وقد كان يعني فعلا هدف التعادل في الدقيقه كام؟ 68، يعني برضو اخر هدف التعادل قوي لغايه اخر 20 دقيقه وصدر توتر وقلق للنادي الاهلي. وعلشان كده الكابتن حسام بدا في التغييرات بسرعه، يعني وليد سليمان في الدقيقه 52 على طول، صالح جمعه بعديه في الدقيقه 60 كمان، يعني من اول من المرات القليله اللي الاقي الكابتن حسام بيستعجل في التغيير. يعني في الدقيقه 75 كان مغير ثلاثه، مش معودنا طبعا عشان النتيجه زي ما كمونا بيقول، طبعا عشان التوتر وعايز برضو يعني يضخ دم جديد، يعني نزل عماد متعب في الدقيقه 75، ودي حاجه بقى عماد متعب مع وليد ازارو مع وليد سليمان مع صالح جمعه مع عبد الله السعيد بيهاجم بعدد كبير. فبالتالي يعني اشتغل فوزي البنزرتي بشكل كويس قوي، وكابتن حسام اشتغل كويس برضه هارد لك في النتيجه. لكن انا بتفق مع كمونه مليون في الميه، قال نقطه مهمه جدا، النتيجه وحشه جدا علينا، لازم نكسب. يعني ولا 0-0 ينفعك هناك، ولا 1-1، وحتى لو 2-2 هتلعب ضربات جزاء، يبقى انت محتاج تكسب. طب محتاج تكسب دي هتدخل بقى بأني استراتيجية؟ ده الموضوع. صحيح. هتحضر نفسك من دلوقتي للمباراة الجاية. أنا واثق يا كابتن وليد إن كابتن حسام البدري يعني هو بيفكر هنا، طبعا كان عايز يخلص طبعا المباراة بمكسب، إن هو كان حاطط السيناريو المباراة الثاني كمان من هنا، إن هو لو كان كسب كان هيلعب بثلاثة ديفندر مثلا، كان الشغل اللي هو عمله في بيتفست كابتن بشكل كبير بالزبط. كان هيتعامل مع في ترجي، ولكن طبعا الوضع دلوقتي هيختلف فكريا. أيوه. بالنسبة له بشكل يعني كبير. مهم نحط الناس قدام فكر الكابتن حسام. او طبعا الكابتن ربيع مدرب كبير ويقدر يشرح لنا الجزئيه دي، هل انا اروح باني استراتيجيه؟ هل اضغط بطول الملعب والعب جيم ضاغط زي ما الكابتن عمل في 2012 على الترجي وخطف جونين وبعد كده امن نفسه، ولا اروح العب جيم متوازن وارده في نص ملعبي واخلي المباراه برده رايحه جايه على امل ان انا اخطف هدف؟ يعني صحيح. كل ده طيب. خلينا اكلمك برضو على دور كابتن حسام بدري اثناء المباراه وادارته الفنيه كابتن سمير في المباراه، يعني تغييراته حتى
كنا كابتن وليد كان بيتكلم عليها، يعني نزول صالح جمعه بدل حسام عاشور وايضا عماد متعب بدل اجايه، دول التغييرين اللي كابتن حسام البدري اتعامل معاهم، يعني برضو كان تاثيرهم على سير المباراه وسيطره النادي الاهلي على المباراه. لا، هو التغييرات نقدر نقول ان هي ايجابيه، يعني كابتن حسام تملي تغييراته ايضا بتبقى... نسيت احمد الشيخ يعني بدل وليد سليمان بدل احمد الشيخ. التغيير اللي انا اتكلمت عليها بدايه الكلام ان وليد سليمان هو اللي يبدا مكان الشيخ دي، بس